وكوبري سوبا. كوبري سوبا ده بده شغالين فيه هسه المفروض يخلص بعد سنتين بالله، وده في برنامج ده لازم سنه ونص ثاني. الطريق الدائري ده لو ما نكتمل بنقول ده حيكون بيودي الشارع ده بيودي المطار الجديد. مطار يعني المطار الجديد بس من الطريق الدائري بتنزل طوالي من المطار الجديد تطلع بالكوبري. ده يوديك مدرمان طوالي. يودي مدرمان ويودي بحرك. يودي بحرك. سريع جدا. سريع. طيب الجزء بتاع بحرك كمان تقريبا. السيستم بتاع التصريف شنو؟ انا بتاع السوري بتاع اول حاجه تصريف الامطار ده لو الثاني المرحله الثانيه. التصريف الامطار احنا شغالين بالسيرفيس درين كويس. الشوارع دي معموله مايله عامله سلوب على الجدار وفي مصارف اوكي تشيل المويه برا لنظام الامطار. في المرحله دي احنا اشتغلنا بنظام عملنا بير وسبتك تانك، لكن سبتك تانك ماليزي من ماليزيا. لكل فيلا؟ كله فيلا. لو قصة مكلفة. مكلفة جدا. لكن دي في المرة، لأنه كان عندنا إشكال إحنا لو حنودي الموية الفايدة وين. صح. أيوه. هسه في المرحلة الثانية عندنا المشروع بتاعنا الثاني ده، اشترينا مزرعة. مشروع صوبة 30 فدان. حنعمل محطة بتاعته. معالجة لازم نشيل المويه من عندنا. المشروع الثاني اللي هو طوالي دي نهايه ساريه. جميل لو تتذكر احنا جينا بشارع وقمنا لفينا منه. ايوه. فالمرحله الثانيه دي قدروا لي مرتين صورناه وشغالين في الانفراستراكشر. برا دي ايوه. يعني الشارع ده الشارع اللي بيدخلك ابتدينا فيه هسه. ده يعني انه ده ده بيربطك من شارع المطار اللي جينا به وقبل لفينا طوالي وتخش، ودي ساريه اثنين بتطل على الشارع ده طوالي. مساحتها دي 100 فدان 200 فدان اكبر يعني دبل. فدي استلمنا الارض بتاعتها وصورناها وشغالين في الانفروس. اول حاجه بدينا بالشارع الرابط، حتى الشارع ما دغري فيه منحنيات لانه توزيع المدينه دي ما خطوط دغريه زي دي. يا منحنيات فيها كده. طيب حسي انا عندك فاكنسيز يعني في محلات فاضيه ممكن تتبع؟ احنا بيننا قلت لك زي 200 250 وفي كوميتمنت زي 50 يعني عندنا 200 فرصه هنا. اوكي. في جزء منها جاهز وجزء ما جاهز. طيب بالنسبه لناس استراليا دي لو في ناس عندهم كاش جاهز بالدولار امريكي في اي ديسكاونت ممكن تتم ولا ما في؟ هي ما جاهزه على المحفظه. الكاش الزول مشتري بالكاش. الا اذا جو جروب، يعني لو جو جروب احنا ممكن في تعامل. يعني لو جو جروب مثلا قالوا احنا 20 30 مع بعض لو جت فيها يعني طبعا الجروب سيختلف. لكن دي اسعار فيها اسعار باتة زي ما بيقولوا، لانه ما بناخذ ثاني احنا برانا. هي مجموعه ممتلكه بمحفظه البورد بتاعتنا تمام. اذا جات مجموعه في ممكن تغير الناس لكن بكون تخفيض كبير يعني بكون حاجه كبيره. تقييمك شنو يا دكتور للقصه دي؟ والله ما شوف يعني الكاش انا حصل في السودان في كل الناس اللي يعني بيعرضوا عقارات وسط محفظات وكذا وكل الشغل العقاري في السودان كل استثمار عقاري دائما دفن عادي هو نفس الشيء يعني. برضو الصندوق القومي تأمين اجتماعي كل فما في فرق بين الكاش وبين هم بيفضلوا كمان الزول يشتري شنو باي انستولمنت افضل لهم من الكاش. نظرتهم كده يعني جنريت مور انكم ايوه ريفينيو من للبانكينج سيستم. ف انا مشيت شفت نص الصندوق القومي كم راجعني لي صندوق الاسكان اي الاسكان اي طبعا هناك شفت نص صندوق بتاع الاستثمار بتاع التامين. فقلت لهم انا داري اشتري بكاش. قال لي يا اخي احنا ما عندنا كاش.
فهم اول مره في حياتنا ما قلت انتوا فاهمين الشغلاني؟ قال لي طبعا دي بقى شغل بتاع ناس البنوك احنا ما عندنا فيها راي كده. قال انا فاهمكم ليه السبب. فالمهم قال لي يا اخي قلت لهم طيب حس يضربوا لي يعني هم وضعين الاسعار على اساس انها بالتقسيط. لما طلبت كاش ما قدر يدوني الا رجعوا للزول المسؤول الكبير قام ضربها قال لي يا اخي الا نضرب لك من جديد. فلقيت ان ما في فريقان عرفتها؟ في ناس ما دارين الهدك بتاع انك يعني كل شهر تتاكد انه قروش نزلت ما نزلت دفعت ما دفعت ما حصل لك ديفولت يعني. وبعدين انت بتخيلك زي انه العقار ده زي ما حقك لانك ما كملت قروش ما سجل فيه ما يسجل ما بيسجل لا تساوي بالله ما شاء الله يا شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله. لكن شغل جميل خالص خالص شغل جميل. في كم غرفة ثاني فيها ما زي ناس حفرقكم هذا فيكم في واحدة ولا اثنين ايوه لكن هسه بقول دار اوريكم المعالج لاندسكيبنج دي نافورة هنا كبيرة ايوه وهذه الملاعب كلها بالليل دي كلها بالليل مضاءة مضاءة إضاءة كاملة زي النهار يا سلام الميادين اللي فيها إضاءة خاصة كمان. أنا أقول لك حاجة يعني الإحساس الحسي تشعرين به إحساس جميل خلاص يعني إنه فعلا إنك يعني مركت من ال من السودان زي ما قال أيوة واحد ولد واحد طبعا بعض المشاكل بتاعت اسمه شنو أندرمان ديك جونا شفت الشارع ده بالذات احنا فيه بيظهر وكده مسمينه ده ناس أندرمان باعوا بيوتهم هناك يشتروا هنا جاء واحد اسمه أسامة السر ده جاب ما هو ولده جاب صورته بيفرجوا على الفيلن هنا ف ما هو ولده صغير فجاء هو بيحكي لي يعني الولد لما جينا جمارك بعد فرج ابو قال يلا نمشي خلاص قال لي يا بابا حنرجع السودان